هكذا بدت أشجار النخيل في منطقة عتاب بمحافظة المهرة دون تمور في حدث لم يقع من قبل. وإن غاب موسم جني الثمار عن نخيلها بمثل هذه المدة، إذ تعرف المنطقة بكثرة نخيلها ووفرة ثمارها لكونها على حافة الأودية. المزارع النخيل في مركز عتاب مديرية صيحوت في تسبب يعني أسباب كثرة أكثر من 3 أعوام لا يوجد فيها خريف ولا يجي خريف ولا تمور. بعد يعني يمكن هو أثر من السيسبان أو غير من الأشجار الخبيثة، أو يقولوا بعض أنها من السيول الجارفة اللي كانت مرت عليه في أيام اللبان وما بعد. لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر، غير أن الكثير من المزارعين والمواطنين يؤكدون أن قلة الاهتمام بالنخيل وعدم زراعتها موسمياً وسقايتها بانتظام هو ما أدى لحدوث هذه المعضلة، بينما يرى آخرون أن الفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة خلال الفترة الأخيرة هي أحد أكثر الأسباب التي أدت إلى توقف النخيل عن إنتاج الثمار، بالإضافة إلى غزو أشجار السيسبان وتكاثرها بالقرب من النخيل ما ضيق الخناق عليها. يمكن لأول مرة عندنا في منطقة عتاب، يحدث هذا 3 سنوات متتالية لا يوجد عندنا خريف. كان في زمان الماضي نسمع أجدادنا يقولوا أن كان يكون سنة ما يكون لا يوجد خريف، أما السنة الثانية يكون خريف وبعد السنة يكون خريف، كثير سنوات خريف. أما هذا لأول مرة يحدث عندنا في منطقة عتاب لا يوجد عندنا خريف 3 سنوات متتالية نخيل فيها تمار. هذا الوضع أثر بشكل كبير على المزارعين والتجار والمواطنين في المنطقة، إذ توقفت أعمالهم الموسمية في بيع التمور، حيث يعتمد أهالي عتاب على موسم الخريف في إعالة أسرهم وإطعام الفقراء والمساكين وعابري السبيل. استمرار هذا الوضع بات يؤثر بشكل كبير على أهالي عتاب، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية بالزراعة والري من قبل المزارعين في البحث عن الأسباب ومعالجتها للحفاظ على مزارع النخيل من التلاشي والانقراض.